السلام عليكم خوتي. بالمناسبة الأليمة والحزينة اللي تعيش فيها منطقة القبائل، كما يقولوا أهلنا وخوتنا وأحبابنا ولادنا، الله يرحم الجميع من مات، وإن شاء الله هذه ليكيب اللي واقفة الله يعطيهم الصبر. أنا البارح جيت في الليل مرقدش وجيت نوقف مع خوتي، عطاولي درس، عطاولي درس للتضامن، للشجاعة وللقوة، ونتمنى من جميع جزائري حر يلعب الدور ديالي. خوتي في حياتي ما شفت واش صاري هنايا، وما تاع المنطقة قالوا بلي جامي شافوا حادثة كيما هذه. منطقة القبائل كما يقولوا أهلنا وخاوتنا وأحبابنا ولادنا، الله يرحمهم.